طلع بالمواقع التواصل فيديو كيف عملية اغتيال شخص بمنطقة القاهرة اليوم، واتصور الكل شافه. نزلوا شباب اثنين ما يتجاوز اعمارهم 17 سنة 16 سنة، كل واحد شايل له قطعة سلاح، قتلوا وطلعوا. هذا ما راح يجي عرضه الدكتور زياد، العميد زياد ما راح يعرضه، هذا اصلا مختفي هذا السلاح، هذا انت تدور عليه ما تلقيه، ولا حتى بعملية تفتيش الا تقعد تفتش البيوت وتقعد تفلش كاشي او مكانات اللي يخزنون بها الاسلحة. هاي نقطة. النقطة الأهم من هذا، أنا أتكلم على مستودعات سيد الكريم، هنالك جهات داخل العراق تملك من السلاح بإمكانيتها إسقاط محافظة. طبعا العفو بغض النظر عن تدخل الدولة على مستوى أفواجه ونقل أفواجه إلى تلك المحافظة، ولكن السلاح اللي تملكه أكثر من السلاح اللي يمركه مركز الشرطة.